السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى صلاة الكسوف يا جماعة الخير. طلب مني أحدهم أني أعمل مقطع عن صلاة الكسوف. طيب، الله سبحانه وتبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فالكسوف والخسوف هذا تخويف من الله عز وجل وتحذير من الله عز وجل للعباد. الآن نسأل السؤال: إيش حكم صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع كذلك على ذلك. طيب، هل بإمكاني أن أصلي منفردا؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، وكذلك بإمكانك أن تصلي في جماعة. الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده: المرأة هل لها أن تصلي صلاة الكسوف؟ الجواب نعم، يستحب لها ذلك، يستحب لها ذلك. ممتاز. والآن يا عمر، أرنا صفة صلاة الكسوف. نبدأ لبركة الله، بسم الله. شوفوا يا جماعة الخير، ركزوا معي. صلاة الكسوف هكذا: تكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، تقول دعاء الاستفتاح، بعد ما تنتهي من دعاء الاستفتاح تقرأ سورة الفاتحة، قرأت سورة الفاتحة بعدها تقرأ سورة طويلة جدا، سورة البقرة أو سورة آل عمران أو سورة النساء أو أي سورة من السور الطوال، خلصت تركع الله أكبر، وتطول في الركوع، طول سبحان ربي العظيم وتطول، ترفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ما تروح تسجد، لا، ما تسجد، قلت ربنا ولك الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ بعدها سورة أو آيات طويلة ولكن أخف من اللي قبلها، بعدها تركع الله أكبر سبحان ربي العظيم، تطول في الركوع لكن أخف من اللي قبله، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تسجد، الآن روح أسجد، سجدت الله أكبر، تطول في السجود، تطول في السجود، بعدها تجلس، الجلوس بين السجدتين طول فيه، بعدها تروح تسجد الله أكبر، وتطول في السجود لكن أخف من اللي قبله، بعدها بعد ما سجدت تقوم للركعة الثانية، يعني خلاص قمت الآن من السجود، تمام؟ تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة أخف من الأوليين، بعدها تركع الله أكبر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تطول في الركوع لكن أخف من الأوليين، بعدها سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة بعدها أخف من اللي قبلها، بعدها تركع ركوع طويل أخف من اللي قبله، بعدها ترفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدها تسجد الله أكبر، تسجد سجودا طويلا أخف من الأوليين، بعدها تجلس الجلوس بين السجدتين تطول فيه لكن أخف من اللي قبله، وبعدها تسجد سجودا طويلا لكن أخف من اللي قبله، بعدها تجلس. الآن لما جلست أقول التشهد، ثم أقول بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية، تدعو كذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وتكثر من الدعاء: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كذا أنت خلصت صلاة الكسوف. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الخسوف فافزعوا، شوف، فافزعوا إلى ذكره ودعائه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.